السلام عليكم، معكم شمسة الظاهري. احتفالاً بعام التبادل الثقافي المشترك بين كوريا والإمارات ولذكرى العام 41 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، بتعد كوكا مهرجان كوريا يو اي اي فيستيفال. وكوكا هي وكالة مسؤولة عن صناعة المحتوى الكوري في الإمارات، بتقوم بالمهرجان من تاريخ 31 مارس ل 2 أبريل عبر الإنترنت، فلا تنسون أنكم تتابعونا. اليوم يتجرب آلية الواقع الافتراضي هني في موشن تكنولوجي. هل سمعتوا قبل عن آلية الواقع الافتراضي ولا لا؟ هذه الخاصية بدأت تستخدم في دبي وفي حدائق في آر بارك ودبي مول بالذات. فأنا اليوم جدا مستعدة ومتحمسة أني أجرب هذه الخاصية، فشو رأيكم أن تون وتجربونها معاي؟ يلا let's go. واو ما شاء الله، وايد أجهزة نفس أفلام الهوليوود. أنياسيو، ممكن تخبرنا عن شو هذه الأجهزة؟ 아, 네. 여기는 버추얼 스튜디오라는 공간이고요. 보시면 예, 네, 다른 네. 캐릭터가 있죠? 오, 네. 그러네요. 네, 이것도 꽃이고. 예. 네, 어. 꽃. 그럼 감사합니다. 아, ممكن نجرب شخصيات ثانيه غير الشخصيه اللي انت فيها؟ 아, 네. 지금 있는 캐릭터가 예, 네, 순간적으로 다른 캐릭터로도 바꿀 수 있거든요. 한번 보여 드릴게요. 아저씨죠. 저희 회사에서는 모션 캡처 기반으로 컨텐츠를 제작하고 유명한 게임 업체들의 캐릭터라든지 가상 콘서트라든지 이런 것들의 실감 기술이 쓰이고요. 모션 캡처 기반으로 VR 게임을 만들고 있는데요. 현재 미국, 일본, 말레이시아 등등에 나가 있고요. 특히나 2019년에 아부다비에서 진행했던 게임스콘에 저희가 나갔는데요. 한국 최초로 그 실감 콘텐츠가 두바이 VR 파크에 저희 콘텐츠가 들어가 있습니다. 피쇼 تستخدم هذه الادوات. 최근에 제일 많이 쓰이는 데는 영화. 아니, 승리호 혹시 보셨는지 모르겠는데 아, 네. 거기 유해진 씨가 했던 캐릭터는 이런 슈트를 입고 예, 캐릭터 연기를 했던 거고요. 게임이나 뭐 애니메이션 뭐 여러 군데에 쓰이고 있죠. 예. 아, ممكن انا بعد اجرب لعبه ال VR game. 아, 네. VR 게임 여기서 할 수 있어요. VR 게임 한번 해 보실까요? 아, 네. 네, 네. 네. 이 정도 찍으면 안 될까요? 그만해도. 와, 진짜 진짜 무서웠어요. 와. 마샬라. 오. 안녕하세요. 안녕하세요. ممكن تخبرونا عن هذه الادوات وشو تسوي؟ 이 공간은요. 샴샴님의 모습을 카메라가 찍어서 4D 데이터로 뽑아내는 기술이라고 보시면 되겠어요. 샴샴님의 모습 그대로 3D화 시킬 수 있다라고 보시면 돼요. اليوم جربت ثلاث أنواع مختلفة من الواقع الافتراضي، في منها كان غريب، في منها عجيب، وفي منها مخيف، لكن الصراحة استانست فيهم كلهم، فأتمنى أن أنتم تهتمون لموضوع الواقع الافتراضي أكثر، وإذا شفتوا أي مسلسل ولا شيء في الواقع الافتراضي أنكم تدعمونه، وشكراً شكراً لمتابعتكم لنا اليوم، ومع السلامة. أنيوم.